السلام عليكم شباب ورحمة الله وبركاته. هذا فيديو جديد والله سجيت تقريبا. شوف أوضاع المحمية، عندي هذا زوج البنغالي كنت بحضن جوا أبيض مال البناجز، طلعنا وكبر البناجز وهديت من المحمية. وعندي حاليا عندي هاي شوية مريضة بحال ما أعرف عاجلها جاي انطيها علاج. هذا الريوق الصباحي ما اقول لكم الحمام الملكي نام على البيض واخيرا بياض هو وهاي الثانية نايمة على البيض. شوف هذا البيت ايش فيه، ما شايفه صار لي هواي. في بيض هذا ايش فيه، اصراخ بيه هذا ايش فيه. في بيض هذا لو قديم لو جديد ما اعرف، ما مشيته. وعندي هنا انا هم من افراخ هم ما مشيكن، كان طلعت فرق واحد فاني حضرتهن جو هذا اللي هو يعني ثلاث افراخ، اثنين نورمال هذا زعطوط تعال هذا كنت استوى طالع من العش تعال طار الجواد. المهم هني ثلاثة رجع عند هاي حمام الملكي جاي شوف وين شيء بيض قاعدة. هنا أنا أكو فراخ اثنين وهذاك الأول أنا أدري بين بيض بس هسه ما أدري حاليا أكو فراخ بيض ما أدري. خلنا نصعد وأشوفه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. افراخ توهم فوكسات صغار كلش ما يبينن. وهذا الثاني نايم الهدوء. هم بيضتين هذا البنغالي بس حتى الام الاب ما اعرف. طبعا اربع افراخ. طبعا انا خال على هاي الخانه خال لها اثنين تحله وانت هي وحده حتى بزق تصير قويه وعادي ماكو اشكال يلحن. تلاحظون اكو شغله طيور حب ماكو يطير حب كلهن بعدهن اللي كان بهاي الخانة تقريبا 30 تك لو 34 تك. قال عندي هذني الحلة اثنين
هاي نتيا هسه الولد حيجي يطلع حطه هي صديقي والباقي كلهم بعتين هسه ارتحت نفسيا عندي هذا الفحل هسه زوجته هاي نسيت اعطيه ترجع تبيض شلت البيت عليهن هذا ابنهن فاريد اخذه اطبقه ويا هاي نثية الباندد برصاصي وفحل هاي خليه ويا هاي اغير حتى لان هاي الطبقه غلط هاي فوق هاي طلع اوف لاين وهذني حاليا بعد ما بشي ما لا بيضين ولا شيء ريمبو هاي عندي البيوت مال افراح طيور الحب واسخار طبعا ونجارة ما عندي قلت خلنا ابدل اهني بنى افراح طبعا امهن عندها تمليح ما في تنكل لنا ريمبو طافر وفن واجد وسخة عندي هذا البيت الثاني شبي ما بي عندي ثلاثة فراخ هذا ريمبو وهذا أم ريمبو وهذا ما أعرف بعده ما مبين زين عندي الثالثة اللي هي هاي اللي فيها ما تخاف وتدافع عن فراخ شو اطلعها ما تخاف علي هذا مات الفراخ جوه اللي هو هم ريمبو بنفسجي يا رجل اخري شنو السالفة باه تعال 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 ما فيك والله كذا ما بيطرحوا ما كيش ابد صديق كذا والله جاي اجيب نجارة حاليا هذا شنو واضح ذني حتى من بيضات كل شيء ماكو هذا فوق شنو هذا بيهن فرق اوبلاين
الفرق أبعد. وانا مولي ها طلع اوبلاين واخوه هم اوبلاين ازرق ها بس بس البيضة حشيلها بعد ما خليه يفرخن شنو طلع انه اوبلاين هاي علام طبقة ما شكلها برصاصش طلع اوبلاين يلا ماكو مشكلة كذا رزق وعندي هنا أنا أخراق جوا هنا شنو عندي؟ هنا عندي بيض أربعة شادات وواحدة مشادة هنا شكو ها ذكرت هنا عندي أخراق كيف هم صافة جناح والثاني ما ادري كم صافي جناح بس هذني حاليا شو اسوي لهن انا ذي دائما الفضلات مالتهن اديره للزرع وشغل عليه المي هو شوي شوي يطب التربة بس ما عاد يعتبر احسن احسن طريقة تنظف هذين بيهن صفطهن هو يترس المي راح اجيب الصوم ده تقعد باكر الصبح بس اذب المي من عندهم القاها نظيفات واغسلهم خاط واحد بالفرشه مال والزاهي عشان جدد